السلام عليكم، معكم أحمد جمال من قناة إيفوي. وحشتوني من زمان عنكم يا جميلين، وشكرا من القلب لكل اللي سأل عني وأخذ فكرة من عقله. هذا فيديو بسيط أسخن فيه الحبال الصوتية وراح يكون منوع، أتكلم فيه عن أشياء عشوائية. وهيا نبدأ. جهاز مايكروسوفت القادم سكارلت في E3 كشفوا لنا بعض تفاصيل هذا الوحش القادم، مثل ما حصل مع سوني أعطتنا بعض اللمحات وبعض التفاصيل عن الجهاز القادم بعناوين كبيرة. الجهاز قادم بمعالج صنع خصيصا للجهاز بمعمارية زين 2 من AMD، وبالمناسبة شركة AMD هي أول شركة في العالم تصنع معالج جيمينج بقدرات عالية للاستخدام الشخصي وبسعر رمزي. ركز في السعر الرمزي وحط تحتها مليون خط. طبعا AMD مولع السنوات الأخيرة وقاعدة تنافس انتل بشكل كبير جدا وشرس صراحة. AMD قدرت انها تصنع معالج ب 16 نواة وسرعة تصل الى 4.7 جيجا هرتز، وقابل انه يركب على المذربورد الشخصية، والسعر حقه رمزي جدا $750. اقرب معالج من شركة انتل هو انتل كور i7-9980 اكستريم اديشن، يعني اعلى حاجة عندهم. سرعته تصل الى 3 جيجا مع 18 نواة، وتخيل سعره كم؟ $1999 فقط. يعني 3 أضعاف سعر معالج AMD، شيء مهول. عشان كده تجد شركة سوني ومايكروسوفت تأخذ المعالجات من عندهم من AMD، قوية وغير مكلفة، وممكن يسخروا باقي الموارد والفلوس في إنهم يطوروا أجهزتهم بشكل أفضل. المهم نرجع للإكس بوكس. الهارد ديسك طبعا SSD ولكن بتقنيات خاصة وجديدة، وفي ذاكرة عشوائية خاصة فيه في نفس الهارد ديسك زي الرامات كده، فيرتشوال رام يعني بيكون سريع جدا وبيدعم 120 فريم، قريب من البلايستيشن 5، لكن يبدو لي إنه راح يكون أقوى، خصوصا إن مايكروسوفت وجدت حل لإضافة مبرد مائي بدائرة مغلقة، يعني ما يحتاج كل شوية تعبي موية، وهذا بيرفع من أداء المعالج. 120 فريم ممكن جدا مع قدرات هذه المعالجات والجيل الجديد، بيكون قفزة يعني كبيرة عن الأجيال السابقة. أما موضوع 8K فهذه ما أعتقد نحتاجها حاليا، لسه انتشار 4K ضعيف، لكن أتوقع في الخمس سنوات القادمة بيكون الانتشار كبير، وبتصير الجودة الافتراضية للألعاب 4K كذا طبيعي، يعني زي Full HD 4K. على العموم الإعلان عن تفاصيل جهاز بسيطة، هذا عشان يقول للعالم إننا هنا وقادمون للمنافسة بشراسة يا سوني. شيء جميل، خلي الشركات تنافسوا، في الأخير إحنا كسبانين، ألعاب أكثر وخدمات أفضل. طبعا في المؤتمر ما أعلنوا عن عناوين جديدة كبيرة وحصرية تستاهل، وهذا عزول لسبب إن إكس بوكس بيوفروا أوراقهم لمعرض E3 في 2020 سنة إطلاق الجهاز عشان التسويق والهايب وهذه الشغلات. وبالطبع تاريخ الإطلاق بيكون في نهاية سنة 2020 لكل الأجهزة سواء بلايستيشن 5 أو إكس بوكس سكارلت. أيضا شد انتباهي في E3 خدمة أوراين من باثيسدا، هذه شدت انتباهي شوية. هي عبارة عن سوفتوير، يعني برنامج فكرته بسيطة يحسن من خدمات بث الألعاب سواء في تحميل الصورة أو الليتنسي يعني سرعة الاستجابة. كمثال ممكن يركب البرنامج على سيرفرات مثل ستيديا أو أي خدمة بث ألعاب، ورح يقلل كمية البيانات اللي تحملها عشان تلعب لأكثر من 40%، ويزيد 20% من سرعة الاستجابة، وما تأثر في جودة اللعبة أبدا حسب قوله. وأيضا ممكن يستخدمها المطورين بوضع البرنامج حق أوراين داخل محرك اللعبة نفسه، وراح يحسن من سرعة الاستجابة والباندويث خصوصا لألعاب الأونلاين. وطبعا الخدمة تحتوي على مميزات كثيرة سيعلن عنها يعني في المستقبل، بإمكانك الانضمام لتجربة الخدمة على موقع باثيسدا من الآن. يعني هذه الأفكار اللي تعجب، ما تنافس خدمات بث الألعاب بل العكس، تحل مشاكل عندهم فيكملوا بعض، مثل اللي فتح دكان وجاء واحد وفتح دكان جنبه وفجأة صار شارع الدكاكين. لكن لو واحد ذكي ممكن يكون موزع لبضائع الدكاكين أو أي خدمة تساعد الدكان إنه توسع ويبيع أكثر، بيكون أفضل لجميع الأطراف، الدكان يستمر وهو يكسب وما في لا تنافس ولا حسد وكلنا نكمل بعض. وننتقل للعبة ديستيني 2 مع آخر إضافة تم إطلاقها في الأنيوال باس، انتهت رسميا ونهائيا أي علاقة تربط بنجي وأكتيفيجن. وهذه المناسبة أعلنوا عن عدة أشياء قبل أسبوع تقريبا، الأول منها ديستيني 2 راح تكون مجانية مع إضافات السنة الأولى وعلى جميع المنصات إكس بوكس بلاي ستيشن 4 والبي سي وخدمة ستيديا في نسخة سموها ديستيني 2 لايت، وإضافات السنة الثانية بفلوس طبعا، لكن رخيصة مش غالية يعني مقارنة بالسعر القديم. وأيضا أعلنوا عن توسعة كبيرة للعبة قادمة في شهر 9 القادم باسم شادو كيب، وفي وقت الإضافة الجديدة راح يفتحوا خدمة الكروس سيف، يعني تقدر تكمل لعب على أي جهاز بشخصيتك وأسلحتك والبروغرس حقك التقدم وكل شيء. يعني ممكن تلعب ديستني على البي سي وتكمل مع أصحابك في البلايستيشن 4 وترجع تاني مرة البي سي، والتقدم في اللعبة واحد، ولكن تحتاج تشتري اللعبة
اللعبة على كل منصة بشكل منفصل. هنا ممكن قبل أن تجرب اللعبة على منصة مختلفة بأنك تحمل ديستني 2 لايت المجانية بإضافات السنة الأولى وتجرب، إذا عجبتك اشتري الإضافات الباقية. هذا طبيعي جدا، يعني أحس صعبة أن مشتريات الإضافات وغيرها تنتقل معاك لكل منصة إلا لو كانت اللعبة مجانية بالكامل. طبعا كيف أقنعوا سوني بالكروس سيف لا تسألني، بس عملوها بنجي بطريقة ما. أيضا ذكروا أن كل سيزن راح يكون منفصل تماما، والسيزن في ديستني 2 مدته 3 أشهر تقريبا، وتنزل فيه إضافات وأسلحة وأكتيفيتي جديد إلى آخره. إذا فرضا ما عجبك سيزن معين تقدر ما تشتري، ولا راح يؤثر على لعبك نهائيا. هذه التغييرات والدعم الكبير لديستني 2 راح يستمر لمدة سنتين إضافية كمان، لذا ما جابوا سيرة ديستني 3 بأي شكل من الأشكال، وهذا طبيعي. لو ذكروا أن الجزء الثالث في هذه الأوقات حينزل أو أي كلام عنه، فسيؤثر بشكل طبيعي على مبيعات اللعبة للجزء الثاني. بالعكس تصرف ذكي منهم أنهم مع إطلاق السيزن الأخير أعلنوا عن توسعة كبيرة ودعم مستمر للعبة. ولازم أننا نضع في بالنا أن بنجي كان يساعدهم في تطوير استوديوهان من أكتيفيجن، ولأنهم أصبحوا لوحدهم الآن أعتقد أن استراتيجيتهم ادعم اللعبة الحالية ودخل شوية فلوس واشتغل براحتك على الجزء الجديد. ما استراتيجية ممتازة جدا. أعتقد بكذا كفاية، في أشياء كثير بتكلم عنها، ولكن خلوني أسخن شوية كأني طولت الفيديو شوية. المعذرة جودة الفيديو متواضعة، وهذا بسبب الانقطاع الطويل. شكرا لكم على المشاهدة والدعم المعنوي الرهيب حقيقة، يعني خصوصا في مجتمع اللاعبين اللي فتحناه قبل فترة، والناس الجميلة المتفاعلة، وعلى رأسهم شادو ونعيم ومحمد الكينج بتاعنا وفصول وكربون وغيرهم من الأسامي الرهيبة. وشكرا لحذيفة المثابر ومحمد الرجل الأسطوري والأساس صراحة القوي لهذه القناة، وكل فريق عمل إيفوي اللي بدأ يكبر ويصير ضخم، وفريق ريباد الجميلين جدا. ربي يوفقكم ويحفظكم، اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات، ونشوفكم في خير.